صباح الفل، صباح الجمال، صباح الحب وصباح الصحة على حبايب قلبي كل مشاهدين شاشة النهار، وحبايب قلبي كل مشاهدين برنامجنا الجميل والخطير مطبخ دايت، اللي إن شاء الله بأمر الله هنطلع منه هنا فاهمين كل حاجة تخص صحتنا، كل حاجة تخص مشاكلنا خصوصا في السمنة أو مشاكلنا في النحافة أو حتى مشاكلنا في الشعر وفي البشرة. ويا رب أقدر لعائلة مطبخ دايت، وانتوا عائلة مطبخ دايت، يعني أنا عندي عائلات كتيرة قوي الحمد لله، ده حاجة مفرحاني. فيا رب دايما عائلة مطبخ دايت تكون يا رب في حلقة كل مرة تكون بتستفيد، تكون بتكتب ورايا ورقة وقلم، وعشان ما ننساش المعلومات، عشان في اي وقت اتعب لي شويه ولا اريح لي شويه في البيت ما ارجعش الاقيكم مبوظين الدنيا. انا دكتور الحقيني، ده انا حرق جسمي فجاه كان شغال تمام وفجاه حرق جسمي وقف ويا دكتور والكلام ده، فخلوا بالكم بقى ايه عشان اعدلكم اهو. انا بطلع معاكم هنا اربع وخميس والله، هتخلوني بعد كده اجي لكم الجمعه، انتوا حرين في الاجازه في الويك اند مش هتترحموا مني. المهم حبايب قلبي دمتم يا رب بألف صحة وبألف خير. الأرقام اللي موجودة أمام حضراتكم دلوقتي على الشاشة هي الأرقام اللي من خلالها هتقدروا تكلموني النهاردة معاكم يوم الخميس ويك إند بقى وكده وحركات وبتاع. طبعا بقول أي كلام، في ناس يعني مفحوطة مع أولادها في الدراسة، كان الله في عونكم. هتقدروا تكلموني طول الحلقة معاكم مباشر، عايزة أسمع كل أسئلتكم، عايزه اسمع كل مشاكلكم. طبعا امبارح على قد ما اقدر قلت انا الحمد لله كل الاسئله اللي كانوا محضرينها لي الكرو بتاعي في الكيو كارد قلتها كلها الحمد لله. دي الاسئله انا قلتها اللي هي القديمه اللي من خلالها من بتكتبوها فين يا دكتور، نكتب الاسئله دي عشان حضرتك تقوليها على الهوا وتردي علينا من خلال برنامج من خلال صفحتنا برنامجنا مطبخ دايت، هتلاقوها على الفيسبوك والصفحه هتظهر دلوقتي امامكم، الصفحه بعنوان اسم مطبخ دايت، ان شاء الله نغيرها وتبقى عائله مطبخ دايت. الصفحه مهمه جدا علشان الناس اللي بتسالني على الوصفات اللي انا بعملها في الحلقه بتنزل على صفحتنا على الفيسبوك مطبخ دايت، وكمان بتبقى موجوده طبعا على يوتيوب النهار تمام. وانا كمان ساعات كتير جدا بقطع لكم الحلقه زي يوتيوب النهار مشكورا بصراحه، وبنزلها على صفحاتي الخاصة سواء على الانستجرام او التيك توك، يعني عشان خاطر في ناس كتير قوي في التيك توك دخلت قالت لي يا دكتور احنا حابينك تعملي اكونت وتنزلي لنا الوصفات اللي انت بتعمليها، عجبانا جدا يعني. فالاكونت بتاع التيك توك يعني الحمد لله الناس هناك مندفعة قوي وحابين الوصفات جدا، فمبسوطة قوي قوي ان انا بتابع معايا حالات على التيك توك بسمة الملة، يعني هو دكتور بسمة الملة على طول اي صفحة ليها خاصة. صفحة البرنامج بقى مهمة عشان الكرو بيكتب كل الاسئلة وكل الاستفسارات بتاعتكم وبيبعتوها لي عشان اقدر من خلال الحلقه اجاوب على اسئلتكم. تقدروا كمان مش بس تكلموني مباشر طول الحلقه، وطبعا ده انا عايزه نتكلم على قد ما نقدر كتير عشان خاطر انا قعدت فتره غايبه عنكم، فالناس اللي عكت الدنيا تكلمني وتعترف وتعترف، ما حدش يزوغ مني، مش هعمل لكم حاجه، انتوا حرين، مش هعمل حاجه والله، انتوا عارفين يا دكتوره جميله خالص يعني. دي اول حاجه. لو في ضغط اتصالات، عشان حتى هما امبارح في الكنترول قالوا لي يا دكتور انت ما شاء الله لما رجعتي فالناس يعني الحمد لله ما صدقت، الله اكبر يا جماعه، هنا السيراميك مش خشب مش عارف، قالوا لي فما قدرناش ندخلك كل الاتصالات اللي كانت على الويت ليست فدخلنا بعضها. فطبعا قلت لا لازم حلقه النهارده اعتذر لكم واقول لكم لا معلش احنا موجودين اهو مع بعض ان شاء الله، وباذن الله افضل على طول دايما معاكم مباشر، ناخد الاسئله ونقراها اللي بتكتبوها على صفحتنا، وكمان باذن الله هقدر اخد طول الوقت معاكم المكالمات من خلال الارقام. الخط مشغول، اسفه حاولي تاني. لو خلاص بقى يئستي وقلتي مش عارفه اوصل لدكتور بسمه دي زهقت في عيشتي، ادخلي على طول ابعتي رسالتك ايا كانت ايه هي برضو على نفس الارقام دي، عليها واتساب والكروم. بص ما بيعملش اي حاجه في حياته غير ان هو قاعد على صفحتنا الفيسبوك مطبخ دايت وقاعد على الارقام اللي موجوده على الشاشه عشان يستقبل كل رسائلكم اللي بتبعتوها على الواتساب. النهارده هنتكلم بقى عن ايه، بس معايا مداخله، فانا وعدتكم عشان لما عرفت ان كانت في مداخلات كتير على الويت ليست فمش هسيب اي مداخله. تعالوا ناخد اول مداخله معانا، وبعد كده انتوا عارفين انا بشرح مع المداخله او بعد ما بقفل المداخله ايه الحاجه اللي انا اتكلمت عليها وايه الاسئله اللي بتجيلي نيابه عن الاسئله الكتيره او اللي بتبقى فيها
انا انسانه ديمقراطيه جدا، اللي بتبقى فيها اغلبيه بتكون هي عنوان حلقتي وبتكلم عنها في يومي. طب تعالى ناخد اول مداخله. نور من اسكندريه، البحر وسمكاته. ماشي، عفوا عندي بردكم شويه، اقعد اشن لكم كده. هتقولي يا دكتوره بترغي طول الحلقه وكمان عماله تشن. الو الو يا نور، ازيك؟ ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ يا نور يا منور، وحشتينا يا دكتور. منوره الاستوديو ومنوره عائله مطبخ دايت وشاشه النهار طبعا. والله يا دكتور وحشانا بقالك كتير. يا حبيبه قلبي انتوا اللي وحشيني جدا. انا موجوده هنا، انا باجي والله. بص لو عندي ايه هجيلكوا بعد كده. والله يا دكتور فرحنا ان انت رجعتي تاني على طول. ليه؟ ايه يا حبيبتي علي صوتك. بقول لك فرحنا يا دكتور ان انت رجعتي. الحمد لله والشكر لله، بفضل دعوات امي وانتوا وحبكم ليا ده كبير قوي. ودي فعلا من الحاجات اللي انا اكتشفتها مؤخرا، ان فعلا حب الناس نعمه وحياه ربنا اكتر حاجه في الدنيا. تعرف ان انت واخد حظك ونصيبك من الدنيا لما يبقى فيه اجماع عليك. الحمد لله. طبعا ما فيش حد في الدنيا ناجح او فاشل، يعني هتلاقي عليه اجماع، لازم تلاقي الاغلبيه والاغلبيه وهكذا. ولكن لما تلاقي عدد قليل هم بس اللي انت مش عاجبهم، دي حاجه ما تضايقش، بالعكس. وما بزعلش، لا بالعكس، ده انا بتدخل كمان. طب ايه الحاجه اللي مضايقاك فيا؟ ايه الحاجه اللي مضايقاكي فيا؟ مش صفتي ان انا احب ارضي الناس على حساب شخصيتي. ولكن لما تبقى الحاجه مضايقه الشخص اللي قدامي بسبب مثلا اصل انت بترغي كتير، بيجري الكومنتس ده كتير قوي، اصل انا برغي كتير، يعني مش فاهمه وانا برغي جوه ودنك حضرتك؟ يعني انا برغي بقول حاجات على فكره. لا والله بنستفاد من كل حاجه بتقوليها. بالظبط. جت انا بقى ما بقتش انا ارد على الناس دي، انا لقيت ثوره من حبايب قلبي، عائلاتي وحبايبي والناس اللي بتحبني. عشان كده ادركت يعني ايه حب الناس نعمه. انا لسه بقول يا هادي وهدخل اكتب واطحن وانا لساني ما بعرفش امسك نفسي. لقيت بقى حبايب قلبي ستات مصر كلها، حتى كان في رجاله وشباب وبنات صغيره 16 و17 سنه و14 سنه، ده غير طبعا الحالات بتاعتي والبيشنت بتاعتي اللي تابع معايا من سنين ومن شهور ومن ايام واسابيع. دخلوا دكتور بسمه، ده انت مش عارف ايه، ده انا قلت بس انا يكفيني، انا ورايا رجاله ياكلوا الزلط. والله ستات مصر رجاله قويه قوي قوي في المهام الصعبه. فقلت هو ده حب الناس، هو ده نعمه ربنا ليا. فعلا ربنا ما بيعملش اي حاجه في الدنيا غير وهي خير بس، وانا مقتنعه بده. فبعد كده الولد اللي كتب كان كاتب لي الكومنت ده على صفحتي كمان الشخصيه، رجع اتاسف وانا اسف جدا، وبقى من متابعيني دلوقتي لدرجه انه صور لي ورقه فلوس كاب والحاجات اللي انا بقولها. قال لي مش ده حضرتك اللي الكلام اللي انت بتقوليه انا بكتبه فعلا. لما بعمل بيه بحس براحة جدا في جسمي، بحس براحة جدا في معدتي، كان عنده شوية مشاكل في المعدة. هل سبته بقى؟ لا خلاص، قلت خلاص ايه، عائلة مطبخ دايت روقته خلاص، وانا بقى ايه هتابع معاه. وبقيت اتابع معاه دلوقتي على صفحتي، مش هقول اسمه ماشي عشان خلاص احنا قلنا صافية لبن. قلت احكي لك كده يا نور واحكي للمتابعين عشان توحشني، فعايزة اقعد ارغي معاكم كتير قوي. وانت وحشانا والله يا دكتور. طيب قولي لي يا نونا، ولا انت قولي بيدلعوكي ايه بس عشان ايه ابقى عارفه، ما اقولكيش دلع مش عاجبك ولا حاجه. لا اي حلو منك يا دكتور، حلو اكيد يا نور، ولا بتجامليني؟ لا لا اكيد. ايش عشان مش بعد ما تقفلي تقولي الدكتوره بتقول لي نونا، دي فاكراني عيله صغيره؟ يلا لا لا اي حاجه منك حلو يا دكتور. حبيبه قلبي ربنا يكرمك. قولي لي يا نور ايه بقى مشكلتنا؟ بصي يا دكتور انا مشكلتي البطن، يعني انا البطن. كنت 90% الحالات كلها تقول لي البطن، وهي دي الحاجه الشائعه للاسف. انا ما كنتش كده، يعني قبل ما اتجوز ما كانش عندي المشكله دي، بس بعد ما اتجوزت وخلفت قبل الجواز فعشان ولدت قيصري مره، فالبطن بتاعتي بقت مضايقاني جدا، حتى مش عارفه البس اي حاجه بسبب. طب يا نور احنا بنقول عليها بطن ولا بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها كرش. ايوه الله ينور يا نور، يا نور على نور، ربنا يفتح عليكي يا جماعه. انا كده يطمئن قلبي. ليه يا دكتور؟ يعني عشان قالك كرش؟ يعني الست دي بتتابع بجد، ما بتقولش اي كلام وبتجاملني. الست اللي بتكلمني دلوقتي العسل، الصوت الكيوت الجميل ده، عارفه انا بقول في كل حلقه. انا بتابع كل حلقاتك والله يا دكتور. يا روح قلبي الكرش اللعين، ما انا سالتك عشان كده عشان اصطادكوا على طول. ليه انا ليه دايما بقول احب اقول كرش؟ يعني بضايقكم مثلا؟ لا ايه مش كرش، كان كرش رهيب يعني، مفيش. وكانوا بيقولوا لي كرش وراحوا كرش وجيه، كنت بتبهدل خالص سخافات ومن بيتي عادي خالص وصحابي عادي خالص. ولكن عشان نبقى متفاهمين ان ده احنا اللي عملناه، هو ده احنا ما صحيناش لقينا فجاه عندنا كرش، فبطن بقى وكده. سيبها عشان حبيبتي على الهوا فقالت لك، لا قولي عادي يعني احنا في بيتنا
تقولي وتكلمي براحتك عشان تبقي عارفه حجم المشكله اللي موجوده ايه، من اسمها حتى تزهقي تبقي عايزه تنزليه، من اسمه يقفلني من الاكل على الله. قولي لي كملي. انا سكت اهو قفلت. المشكله عندي ان البطن اني بقى شكلها مضايقني جدا، حتى في الليست ما بقتش عارفه البس. غير كده المشكله ان انا خايفه اخد حاجه عشان انا عندي انيميا، يعني عندي انيميا فخايفه اخد حاجه تاثر اكتر. طب عارفه الناس اللي بتبقى وزنها زاد، كنت لسه والله بتكلم مع احد الكروم بتاعي قبل الهوا، ان اكتر الناس اللي بتبقى معرضه للانيميا واللي بقى عندهم الحديد ناقص الناس اللي وزنها زايد. لكن بعض الناس يقول لك ايه ده يا عم، ده انت بص جسمك ايه، ده انت بص بطنك من هنا لفين، كرشك من هنا لفين، وتقول لي انيميا، ده انت ناقص تاكلنا. لا خالص، هو مش ناقص ياكلكم حضرتك، هو فعلا مريض السمنه او مريض اللي زايد دهون زياده عن حدها هتتقلب ضدها، عشان تبقوا فاهمين دي نظريه حلوه قوي. الدهون اللي موجوده جوه جسمنا ومتكتله ومتخزنه جوه التانك اللي موجود في الخلايا الدهنيه اللي بتبقى داخل اجسامنا كلنا، ما فيش جسم ما فيهوش التانك ده، تانك الخلايا الدهنيه، بتكسر الحديد سواء كل نفس سبانخ في اوراق خضريه خضار كبده، يعني الحاجات اللي بتبقى غنيه بالحديد، او سواء خدناها تابلت او اي حاجه اعشاب، حتى الدهون بتاخدها تكسرها ما بتوصلهاش اصلا للامعاء، يعني الامعاء حتى الامعاء ما خدتهاش حتى تكسرها وتنزلها وتوديها في الدم. فيجي يلاقي نفسه بياخد تابلتس حديد ما فيش فايده، يجي يلاقي نفسه طب بياكل اكل حديد والهيموجلوبين هو هو 8 هو هو 9. فلازم وانت بتاخد الحديد تكون بتنزل كرشك، بتكون بتنزل الدهون اللي في جسمك، عشان نقدر بقدر المستطاع ان احنا نرفع معدل الحديد عندك والهيموجلوبين عندك. انما بتاخده كده لله وللوطن ومن غير خسسان ومن غير بتاع مش هيمتص جسمك، هتفضل تعاني من الانيميا. معلومه على المشي. طيب يا نور قولي لي، انت مشكلتك كلها في البطن؟ عشان نكتب. وكمان شعري ابتدى بعد الحمل يقع بطريقه مش بعد طبيعة. الحمل انت عندك انيميا، وتقريبا كمان في وقت الحمل البيبي ما شاء الله كان، وده طبيعي يعني كل البيبيهات في بطن امهاتهم بيسرسبوا مننا كل حاجه، الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم. اقول لك ايه بس، ماذا اقول يعني، بس اهم حاجه يجوا بصحه وعافيه، اهم حاجه، وياخدوا اللي هم عايزينه، كل حاجه ياخدوها ان شاء الله، ياخدوا في الشتنة حتى مش مشكلة. طيب قولي لي يا نور، انت عندك كام سنة الأول؟ أنا عندي 25. حبيبتي أنا برضو بقول الصوت الكيوت ده سن صغير. طيب صغيرة يا حبيبتي، يا لوزة على الكرش ده. طيب ووزننا كام يا نونو؟ هو أنا وزني 85. 85 والطول؟ يعني الطول بالدماغ كده، لو بتقيسي، عشان مش معظم اغلبيه الناس ما بتقيسش الطول يعني. ما انا مش عارفه الطول بصراحه يعني، مش طب انت طويله ولا قصيره؟ بس انت شايفه هو ممكن حاجه و60 يعني. يعني انت وسط عادي. انا بقى ممكن اقوم كاتبه وسط على طول، يعني مش لازم ادي المقدار بالظبط، لان اغلبيه الناس مش يعني يقول لك انا عايز اقيس طولي ليه وبتاع، ودي مش هحكم على جسمك او هرشح لك شيء من طولك خالص، حسب الحاله اللي عندك. طيب الدهون كلها، يبقى احنا عندنا نقص حديد، وعندنا ايه تاني؟ الدهون متراكمه في البطن. في البطن بس ولا في اماكن تانية؟ لا البطن بس اللي عندي هي اكتر حاجه مضايقاني جدا. اكتر حاجه. تمام. وفي قلتي لي ايه، شعرك بيقع؟ شعري بيقع بطريقه فظيعه بقاله فتره يعني. شعرك عشان هي انيميا. طيب ماشي. في اي تحاليل او اي فيتامينات كنت بتاخديها اثناء الحمل ولسه مستمره عليها بعد الحمل ولا مفيش؟ لا ما باخدش حاجه. طيب ماشي يا نونو حبيبه قلبي، شرفتيني باتصالك، الورقه والقلم في ايديكي، وهقول لك ايه اللي انت هتاخديه بامر الله، واول لما يوصل لك تتابعيني على طول، ممكن هتكلمي الكرو على الواتساب من خلال الارقام وتقول لهم دكتور بسمه رشحت لي كذا وكذا 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 هقولهم، وكمان اول لما يوصل لك، او ممكن كمان على فكره لو في شيء انا رشحته على الهوا لحضراتكم سواء من خلال اجابه سؤال او من خلال مداخلاتكم، تقدروا برده من على صفحتنا مطبخ دايت تراسلوا الكرو على الماسنجر او في الكومنتات، انا الكومنتات بدخل اقراها بنفسي وبشوف كلامكم الجميل. الماسنجر ممكن تدخلوا تتكلموا بقى عن كل شيء انا قلته او الحاجه اللي انا رشحتها لكم، ممكن برضو تطلبوها من خلال الفيسبوك او تكلموني او تبعتوا لي على الواتساب. طيب هنطلع فاصل سريعا، ولما ارجع هنقول لك او هقول لك يا نور
هناخد ايه وهنعمل ايه بالظبط. فاصل سريعا ونرجع تاني، يلا بينا. هاي عليكم حبايب قلبي، رجعنا لكم سريعا. ما تنسوش الارقام اللي موجوده على الشاشه تقدروا من خلالها تكلموني طول الحلقه، ونرجي براحتنا ونشوف، مش عايزه اقول كلمه، نشوف مشاكلنا والاخطاء اللي احنا عملناها. طبعا ما تنسوش برضو لو في معلش ضغط اتصالات، حبايب قلبي انا ستات مصر العسل في جميع المراحل العمريه يعني، ورجالتنا برضو مش هقدر انساكم يعني. ممكن برضو تقدروا تبعتوا الـ 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 الأسئلة بتاعتكم من خلال الواتساب بنفس الأرقام، تقدروا تكلموني وتبعتوا للكرة على الواتساب، وأسئلتكم كلها اللي انتوا حابينها ادخلوا اكتبوها لي على طول من دلوقتي كمان، عشان إن شاء الله الحلقة الجاية أقراها كلها على صفحتنا مطبخ دايت على الفيسبوك. اكتبوا كل أسئلتكم عشان أقولها. وبما أننا بقى ذكرنا صفحة الفيسبوك، عايزة أقول سؤال، ولكن عشان نور لا تفتكر أن أنا نسيتها، ما انساش ابدا حد من عيلتي. بص يا نور، هرجع نفكر كده المشاهدين معانا الحاله الصحيه بتاعتها. نور عندها 25 سنه من اسكندريه، دي مش اكيد مش هتفرق معاكم كتير، بس انا عشان بحب اسكندريه. وزنها 85 كيلو، الطول مثلا حوالي الطول وسط يعني، لا قصيره ولا طويله، 160 مثلا. عندها طبعا نقص في الحديد، وعندها شعرها بيقع، طبيعي ان حد بيبقى عنده نقص في الزنك والحديد الاثنين مع بعض، وممكن كمان فيتامين سي يسبب ان احنا شعرنا يقع. طيب بصي يا نونو بقى، انا عايزاكي يعني الزياده بتاعتنا يعني عايزين نخس مثلا 20 كيلو، فانا عايزاكي تخسي وفي نفس الوقت اخليكي مع الحاجه اللي هرشحها لك يكون فيها حديد وزنك وفيتامين سي. ليه يا دكتور؟ عشان ابقى مطمنه ان الحديد بيمتص كويس في الجسم حتى لو انا وزني زايد. ازاي يا دكتور؟ من خلال ان انا مدخله معاه الزنك ومدخله معاه فيتامين سي، الاثنين دول من اكتر الفيتامينات اللي بيسرعوا من امتصاص الحديد داخل الجسم، وبتكسره بسرعه في الامعاء وتروح تتوزع في الدم، فكرات الدم الحمراء والبيضاء تتظبط عندنا كده، الهيموجلوبين يطلع كده وخدودنا تورد. فانا عايزاكي تاخدي الجرثومية، نبات الجرثومية او فاكهه الجرثومية، يعني هي فاكهه اصلا استوائيه، بعض الدول بتقول عليها نبات، وبعض الدول في الهند وشرق اسيا كانوا شويه يقولوا لخبطونا يعني، كانوا بيشتغلونا ما تفهموش، بيقولوا انها، بس على فكره دول من اكتر الدول اللي بيجيبوا دراسات صح، دراسات علميه مؤكده، ولازم كل حاجه تكون متجربه على اشخاص، وعلى طبعا الاول على حيوانات والفران، ده لازم على فكره قبل ما يروح للانسان، ولازم تخضع لمنظمه الصحه العالميه الاف دي اي وحاجات كتير جدا. الجرثومية ما هنمشي مع بعض الدول نبات وبعض الدول فاكهه استوائيه عشان ما نزعلش الدول مننا، سواء شرق اسيا او دوله الهند. عايزه اقول لكم بقى حاجه، لقوا ان الفاكهه دي، بصوا بقى عشان كده بقول لكم هشتغلوني، مبقتش عارفه بقول عليها فاكهه ولا، من كل مره الدراسات العلميه الاقي دوله قايله فاكهه ودوله قايله نبات، هتزهقوني فعشتنا. المهم لقوا ان الفاكهه الاستوائيه الجرثومية دي فيها فيتامينات ومعادن بتخلي او بتعمل غلاف للبنكرياس، دي للناس اللي عندها البنكرياس فيه عطل ميكانيكي بالبلدي. ايه ازاي يا دكتور؟ انا واحده دلوقتي عماله اكلي مش منظم، زيوت ما خلتش كل يوم، زيوت مهدرجه، سمنه مهدرجه، عيش، خبز، كرواسو، اشي فاكهه مليانه فركتوز، ايه ده الفاكهه حتى بقى، الفاكهه اللي مليانه فركتوز دي حضرتك تبوظ البنكرياس عندنا، فتخليه يعطل بالبلدي. طيب انا عايزه احافظ على البنكرياس ده ليه يا دكتور؟ هقول لكم ليه. الاساس حرق جسمنا، قلت الحلقه اللي فاتت الغده. طب ما في هرمون معين كده لو علي هو اللي بيوقف الغده عن حرق جسم، هرمون الانسولين التي تفرز من خلال البنكرياس. بصوا اللفه، فالجرثومية الفاكهه الاستوائيه قال لك لا ده حلوه قوي. حلوه قوي ازاي؟ حلوه قوي للناس اللي بتخس، وفي نفس الوقت الناس اللي عندها سكر تايب 1 او ديابيتس النوع الثاني، سواء بياخدوا انسولين
او سواء لسه في المرحله الثانيه تابلتس، فلقوا ان هي بتظبط السكر في الدم من خلال الحفاظ على البنكرياس وعمل غلاف عليها تحفظ البنكرياس من كل خلل وسموم داخله عليه، تقول له اقف عندك والله ما انت هتفرز جلوكوز ولا هتحرق اي حاجه. ما هو البنكرياس بيتعب ازاي؟ كتر الكربوهيدرات، كتر الدقيق، السمنه، الزيوت الزيوت الزيوت، السكر ثم السكر ثم السكر ثم السكر ثم الاملاح، ده بيتعب البنكرياس فيبدا حرق جسمي يقف، لان هرمون الانسولين هيعلى قوي 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 قوي، البنكرياس والله العظيم اللي علي الهرمون بتاعي واوديه للمخ، فالمخ يوصل له هرمون الانسولين. ده جالي يا جماعه لحد المخ، ضرب في مخي، انتوا بتتكلموا ازاي يا قوم؟ ماذا اقول؟ يقول لي المخ الغده على الله تحرقي، اوعي تحرقي دهنه، خليه كده عقبيه، هنعاقبه والله، ادي اديني وشك للحيط وقفك ليا على طول. الغده تقول له ولا تزعل نفسك خالص يا رئيس مجلس الاداره، المخ بتاعنا انا هاخد شنطتي واروح بقعد فيها عند امي لحد ما الهرمون ده ينزل، ابقى اجي بقى اظبط حرق الجسم. فالغده تحلف والله ما انا متعتعه، مش ماشيه من عند امي غير لما هرمون الانسولين ده ينزل، لما يؤمر الكبير بتاعي ويقول لي ارجعي يا غده كملي مهامك الوظيفيه، احرقي دهون وخسسي الراجل اللي بكرش ده، الراجل ده بقى محترم وبطل سكر وبطل نشويات، قللهم وبعد كده بطلهم، فالراجل ده محترم، تعالي يا غده. طب انا راجعه خلاص من عند امي، الكبير قال لي، كبير البيت حبيبي قال لي ارجعي تاني وقومي بمهامك يا غده يا درقيه. ده ايه بقى؟ المخ الكبير خلاص امرها، لان اي اشارات بناخدها من المخ، انا وانا بحرك ايدي كده المخ بيدي اشاره للاعصاب وهكذا، اي حاجه شيء، حتى احنا بناكل بنتنفس بنبربش بتيجي اشارات من المخ من عن طريق النواقل العصبيه اللي بتبقى موجوده في الجسم. فلو ان نبات الجرسينيا بتظبط الهرمون ده، فبالتالي حرق الجسم هيشتغل. بتنزل اول شيء ايه؟ البطن. اهم حاجه عندي انزل البطن، يبقى انا حافظت على كبدي وكليتي قبل ما يحصل فيهم اي ضمور او تلف. يبقى من الاخر يا نور الجرسينيا نقط الحرق، لان دي يعني من اللي معانا ما فيهاش اختلاف، ده انا لو نسيت لما تكلموا الكرو من خلال الارقام اقول لهم نقط الحرق، حتى لو دكتور بس ما نسيت ده، دي لازم عشان افضل مطمئنه اني مش هاجي بعد شهرين ثلاثه الاقي حرق جسمك ثبت نتيجه ان هو خلاص خد على الماده الفعاله الفيرجن ده مثلا الجرسينيا او القهوه الخضراء وهكذا. فدايما مني بقول نقط الحرق. طيب يا دكتور، طب وهي الست عندها نقص حديد؟ الجرسينيا، الفاكهه الاستوائيه اللي لخبطونا فيها الهند وشرق اسيا، فيها نسبه حلوه قوي من الحديد وفيتامين سي وزنك، فبالتالي انا ضمنت ان انا دخلت لها الحديد فشعرها يبدا يتحسن ويتظبط بس. وطبعا فيتامين د 3 لان ده البري هرمون، من الاخر بيدي زقه الهرمون الانسولين انه يتظبط في الجسم، ده غير ان هو بيلحق العظم والمسلز قبل ما يحصل اي احتكاك وضمور في العضلات او يحصل اي انزلاق غضروفي. فيتامين د 3 معانا برضو اساسي في منظومه الكساسان بتاعتي لازم. وطبعا مع بقى ده الحاجه الاساسيه اللي انت هتمشي عليها يا نور، وما تنسيش، اوعى تنسي، عشان ده انا اللي قايله لهم اوعى توقفوا الهدايا خالص، مش عايزين بخل، بقول لكم اهو الكرود تساليهم وقول لهم انا عايزه مجموعه الشعر، عشان حصلت لخبطه قبل كده وحالاتي وعائلتي زعلوا وقالوا يا دكتور انت قلتي مجموعه الشعر، انا جيت قلت لهم لا انا ما اقصدش المجموعه كلها كامله، يا نهار دول يقطعوني فيها الكرو على طول، هي المجموعه كامله موجوده، بلسم، سيرم، لسيون، اللسيون بيبقى بخاخ كده، وحمام كريم، والشامبو، شامبو حلو قوي للناس اللي عندها مشاكل في القشره، يعني شوفي ايه الحاجه اللي انت محتاجاها في شعرك وجمعيها. لا في ناس بقى دماغ، في حاله دماغ دخلت بعتت لي ايه، اقسم بالله قالت لي يا دكتور انا تاني مره كانت بتغير الكواليتي بتاعت الماده الفعاله، كانت ماشيه على المورينجا والافريكان مانجو، وبعد كده خلاص نزلنا 12 كيلو او 14 كيلو في شهرين. طبعا دي حاجه طبيعه اجسام، محدش ياخدها يعني عهده على نفسه كده، وانا بديها بقى الفيرجن الجديد، فهي نصحه بقى، كانت في الاول طلبت الشامبو مش عارفه معاه ايه تاني، وكانت اختها طلبت، فجمعت ما شاء الله المجموعه فصورتها لي، قلت لها ايه ده هم ادوكي مجموعه كامله؟ قالت لي لا انا سستفت اموري، ولما جيت حضرتك غيرتي لي بعد كده الكورس، عشان ما ينفعش الماده الفعاله تفضل كتير في جسمنا، وده علم
ده حتى المسكنات المعينه البنادول مثلا لو خدناه يومين 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 تلاقي نفسك فجاه الصداع ما بيروحش وما بيعملش مهمته. الله الراجل ده كان ابن حلاله كويس وبيسكن لي الصداع واي الم في جسمي، فتلاقي نفسك بتزودي الجرعه وهكذا. فانا طبعا مش هاجي في الكورسات التخسيس اقول لها تزودي الجرعه، لا طبعا بنوقف ونبدا نشوف مواد فعاله ثانيه تشغل الجسم معانا. فانتوا اعملوا حلو الفكره دي، فاعملوا ده استفوا اموركم مع تغيير الكورسات بامر الله في خلال لحد ما نوصل للوزن بتاعنا المثالي. شوفوا ايه الشيء اللي مناسب لكم لحد ما تجمعوا المجموعه كامله، هتفيدكم قوي وهتقعد معاكم سنين مش شهور. فده بالنسبه لنور، فدي هدايا اطلبوها على طول ما تنسوهاش، ده من حقكم من حقكم عشان انتوا عيله كويسه وانا بحبكم. طيب تعالوا ناخد ده تاني مداخله عشان بقى لها فتره معايا على الكنترول، بس عشان خاطر كنت يعني اوصف لنور وكل مشاهدين مطبخ دايت كل شيء بالسنتوفه. جميله من القاهره. الو ازيك يا دكتور؟ يا جوجو يا جميله. قولي ايه يا دكتور؟ صباح الفل. الحمد لله. صباح النور حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا دكتور، ازي حضرتك؟ انا كويسه يا حبيبتي، طب انت بخير؟ ازاي الصحه؟ كله تمام الحمد لله. الصحه كويسه يعني؟ الصحه كويسه الحمد لله. طب عايزاني عايزه في حاجه بقى يا نور؟ يا خلاص اطمنا على صحتك بقى، نقفل بقى. دلوقتي الصحه كويسه؟ عايزك تساعديني فيها. طب قولي لي. انا عندي 19 سنه. ايوه. وفرحي كمان 3 شهور. يا حلاوه يا فرحتي بيكي يا جميله. عندك كام سنه تاني؟ معلش. 19. اه هيجوزوكي بدري يا والله، صغيره على الهم يا لوزه. فكري ماشي. وزني 85. فكري. سكتت. بحبه يا بابا، بحبه يا بابا. ماشي خلاص، مش دعوه بقى، ما حدش يجي يطلع لي ويقول لي انت بتطفشي البنت العريس. حره يا بنتي، يعني في ناس كتير قوي تبقى معايا. ماشي، احنا 19 سنه يا جوجو. اه تمام تمام. الوزن ايه بقى؟ 85. 85 تمام. الحاله الصحيه، الطول؟ طولي 160 155 تقريبا. تمام. ايه بقى المشاكل اللي مضايقاكي في جسمك؟ انا عندي بطن وارداف ومحتاجه اخس شويه قبل الجواز. المنطقه السفليه يعني؟ اه. بطن عاليه قوي الكرش؟ اه شويه. والانهي منطقه اكتر فيها الدهون مضايقاكي، الفخاذ ولا الكرش ولا العين؟ الارداف. الارداف؟ اه. جسم الكمثرى ده رهيب، بص بنات مصر. الجسم ده بيبقى اصعب حاجه في النزول معانا. طيب في اي حاجه تانية مضايقاكي يا جميله؟ لا هو بس كل المشكله ان انا خايفه ان انا بعد الجواز اتخن تاني، فكنت عايزه اظبط جسمي قبل ما اتجوز. بس ما احنا نظبط، لان احنا لو دخلنا بالوزن ده هنبقى بعد الجواز شبه الكره الكفر، فما انصحكيش. انا بتكلم معاكي، بص اختك الكبيره. طيب في اي مشاكل تانية؟ ما عملتي تحاليل قبل كده لقيتي نفسك لا ناقص ده عندي، مش عارفه ايه شعري ايه ده والحاجات دي؟ عشان بس ايه بقى ايه، ممكن بس يكون شعري فيه قشره بس مش اكتر من كده. خدي الشامبو بقى، حلو قوي، انا جربته طلع جميل قوي في للقشره. بس الشامبو ده هديه اللي انا هقوله لك دلوقتي عشان ننزل البطن والارداف. خدي بقى الشامبو ادام قلتي لي عندك قشره في شعرك. هي القشره عامه شعرك شكله زي الشعر الدهني، خصوصا في الشتاء وفي الصيف. والله كانوا بيقولوا لنا في الشتاء بس، الشتاء والصيف خصوصا الصيف بقى. الشعر الدهني بيطلع قشره بتلمع كده وتحس ان هي عامله زي الطين او حاجه. دي بتبقى قشره مش مرض، لا دي بتبقى ناتجه عن ان الشعر ده دهني فبيفرز زيوت كتير 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 قوي فبتنتج القشره دي. تمام. ففي شامبو، كل شامبو بيبقى يختلف، يعني في شامبو للقشره اللي هي بتبقى عامله زي الصدفيه، في شامبو للقشره اللي هي بتبقى الطايره دي على الراس. تمام. لا انا الشامبو لما جربته انا الحقيقه نفعني في القشره الدهنيه للبنات اللي تبقى شعرها دهني، انما ما حدش يجي يقول لي انا جبته يا دكتور بس ما ضيعليش القشره. انا لا اديني بقول اهو، هو حلو قوي في القشره بالنسبه للقشره الدهنيه للناس اللي عندها شعرها دهني او بنوتك او ابنك شعره دهني، فتحسي تقعدي تاكلي قوي في فروه راسك كده وتهرشي وتحسي ان فروه راسك من جوه مزيته، فالشامبو ده حلو قوي بيعمل انتعاش. فخديه بقى دام انت قلتي لي على حاجه مضايقاكي في شعرك فخديه في الهديه. ماشي يا جميله؟ تمام يا دكتور. وعلى طول طبعا احنا عايزين بقى نظبط نفسنا قبل الجواز. بالنسبه للوزن ما تقلقيش خالص، بس اهم حاجه بصي من الان والتو واللحظه
وتستعجلي الكروف عشان الحاجة توصلك سريعا، ونبدأ بأمر الله من بكرة على طول. عايزاكي تاخدي ثلاث حاجات، هناخد فيتامين د 3 عشان هو الأساس، هرمونات بتاعتي أظبطها في جسمي عشان ما وقفش نهائي في يوم حرق جسمي عشان احنا مستعجلين شوية. تمام؟ هناخد هناخد الجارسينيا، وهناخد الافريكان مانجو. الجارسينيا تنزل لنا بطننا، والافريكان مانجو تنزل لنا الارداف. ونقط الحرق دي من اللي نسيتها تطلبوها على طول. نقط الحرق جميله قوي عشان غنيه بالالياف، غنيه بالسيلينيوم، حلوه قوي للكبد. نقط الحرق بتشغل حرق جسمي عشان ابقى ضامنه ان انا لو حرق جسمي وقف في وقت ما، خلاص مثلا مشى على شهر انا على الجارسينيا والافريكان مانجو او الراسبيري او 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 عن اي شيء اتكلمت عنه من الاعشاب والمكملات، نقطه الحرق بقى دي ما الوحيده اللي هي ايه، لا الجسم ما بياخدش عليها. تمام، عادي ناخدها سنه خلاص، بتدخل بتقعد طول حياتها مهمتها الوظيفيه شغاله على اكمل وجه. فاهمين؟ عشان كده دايما بحب انوه عنها، ودي بنشربها ثلاث مرات في اليوم على اي حاجه. اهو مثلا انا معايا ميه، لو حطيت على كوبايه الميه حلو، حطيت على كوبايه العصير حلو، حطيتها على اي شيء حلو قوي قوي، حتى الحاجات السخنه لانها ما بتضرش في الحاجه السخنه، الماده الفعاله بتاعتها يعني ما بتروحش، ما بتتفاعلش مع الحاجه السخنه. يبقى كده الجارسينيا يا جوجو ونقط الحرق وفيتامين د 3 والافريكان مانجو ضروري جدا. وما تنسيش قول لهم انا عايزه الهديه بتاعتي الشامبو، ابعت لهم دلوقتي على الواتساب من خلال الارقام، وكمان ابعت لهم على الفيسبوك. واول بس لما يجي لك اللي انا قلت لك عليه ادخلي بس في الكومنتات وقول يا دكتور بسمة الحاجه تمام وصلت. وطبعا ما تنسيش الكرو هيقول لك الجرعات وكل شيء، كل ده بيبقى من خلالي او انا اللي بقول لك، او الكرو حسب الضغط بس اللي بيبقى موجود معانا. يعني الكرو بصراحه الحمد لله الكرو الجديد بتاعي حبايبي كلهم خبراء تغذيه هايلين على اكمل وجه، ده غير كمان ان هم لحد دلوقتي لحد الان بيحبوا يتعلموا مني كمان اشياء، فدي حاجه كويسه ان هم حابين المجال بتاعهم وعايزين يتعلموا اكتر، فبقى مبسوطه بصراحه. وان شاء الله على طول معاهم كده بصحصحهم كده، وعلى طول اسئله ومعلومات يعني تبقى للمشاهدين وللكرو كمان، فهم لا يعني بصراحه استفادوا كتير الحقيقه. واهم حاجه ان هم حابين ده، فما تقلقيش برضو. وبرضو ورغم ذلك من ان الكرو بتاعي خبراء تغذيه، لا كمان لازم برضو في يعني ما بيعتمدوش على نفسهم، لا لازم برضو نرجع لدكتور بسمه، فدي اهم شيء كنت بنوه عنها. حتى لو انت خبيره الامراء لازم ترجعي لي برضو في الاخر، ترجعوا للشجره بتاعتكم الفرع الاساسي وانتوا عيلتي كلكم حتى الكرو. فجوجو انا متشكره جدا باتصالك، نورتيني وفرحانه قوي لانضمامك لعائله مطبخ دايت، واوعي تنسي الهديه بتاعتك. لو انت مثلا ما تجيش دلوقتي تقولي الله طبعا ما كنتش عايزه الشامبو، والله انت هتدبسيني في الشامبو، لا ده براحتك براحتك، ده اختياري. عندك الليسيون، عندك السيرم، لو عندك فراغات في شعرك خدي الليسيون، لو عندك شعرك من تحت هنا في تقصف خدي السيرم حلوه قوي، وخدي حمام الكريم برده جميل جدا 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 للشعر المتقصف وللشعر الهايش. طيب حبايب قلبي هنطلع فاصل تاني سريعا، اوعوا تروحوا في اي حته، الورقه والقلم معاكوا، اجندتكم في جيبكوا. ما تنسوش طول الحلقه تقدروا تكلموني على الارقام، ونفس الارقام تقدروا تبعتوا على الواتساب او تبعتوا اسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وان شاء الله لما نرجع من الفاصل اقول اسئله حبايب قلبي عائله مطبخ دايت. فاصل سريعا وانا اعود، يلا بينا. حبايب قلبي حبايب قلبي، انا عائله مطبخ دايت، شاشه النهار كلها بحبها جدا من زمان، يعني من الشاشات الحقيقه المقربه لقلبي. اكذب طبعا وابقى بجامل والكلام ده لو قلت شاشه النهار بس، لا بصراحه بس كانت من ضمن القنوات اللي انا على طول كنت بحب اتابعها كتير جدا يعني الحمد لله. يلا المهم عشان نستفيد بكل سنتوفانيا مش عارفه اسمها ايه، سنتوفانيا في الحلقة. الأرقام أهي موجودة على الشاشة،
عايزين بقى نرغي شويه بقى حلوين كده عشان انا هنفضل كده بامر الله لحد ما نختم حلقتنا، بس لسه قدامنا حبه حلوين، فعايزه الحق اخد كل المشاكل. انا معايا الاسئله كلها وكل المداخلات بتاعتكم والمشاكل بتاعتكم بتتسجل هنا في هذا الكشكول، قرب يخلص حتى والله اهو، بس انا بقى عامله حسابي بقى، انا بجيب دسته احطهم في الكنترول الاعداد بيقول لي هنجيب لك غيره. يا عم روح يا عم، انت قبضت اصلا ولا ايه؟ لا احنا قبضنا شكلنا بقى ماشي 10 كشاكيل ونبي واحنا مروحين، ادام فتحتوا صدركم قوي بقى. فانا عامله حسابي دول لحبايبي، شكرا. جبت دسته وحطاهم في البيت، وحبايب قلبي اصلا عائله مطبخ ده بيقولوا لي يا دكتور احنا خلصنا الورق كله، خلصت الورق خساره فيا. طب انا بجيب اجندات يا جماعه مش كده؟ بس لازم طبعا اعمل كده، ده مش بس اجنده، لا ده انا احكي لكم بقى كمان حبايب قلبي ان انا بروح اكتب الحاجات دي في فايلات، يعني كل حاجه ليك لكم فايل، كانك بالظبط بتتابع كانك بالظبط بتتابع مع دكتور في عياده، انت متخيلين؟ عامله لكم فايلات هنا عشان مش هجيب بقى الفايلات هنا افتحها هنا، هيقول الدكتور انت هتفتح لنا في الاستوديو عياده ولا ايه؟ فانا الاجنده معايا عشان بكتب كل الحالات بالاسم بالسن بالمحافظه، عشان كده تلاقيني دايما طب سنك كام؟ طب المحافظه ايه؟ بيفرق معايا جدا طبعا مع الارقام، بعد كده الكنترول بيديها لي والفريق كمان بيدوني الارقام، كل الحاجات دي البيانات دي بتتسجل في الفايلات لما بروح وبعد كده بتتبعت، ولو انا اي شيء نسيته الكرو بقى بيعمل ايه؟ بيساعدني في كده، بيكتبوا برضو نفس الكلام لان انا ببقى مديهم جزء كبير من الفايلات وكل حاله تاكدوا ليها فايل. ده في فتره مره وهيقولوا لي طبعا لا ما تقوليش كده، مره فايل ضاع من ضمن يعني الاسم كان متكرر جامد فمش عارفين نطلعها، كان مش عارفه اسمها سلوى محمد ايه ونفس الاسم اتكرر كذا مره فمش عارفين اني واحده، قلت لهم لا اقعدوا اتكلموا ال 20 سلوى لحد ما تطلعوا لي اللي انا عايزاها، طلعوها لي. قعدنا كلمناهم كلهم لحد ما طلعت يعني انا قلت ايه ندردش سوا كده عشان ايه ما اقفلكمش من كل حاجه معلومات طبيه، شويه كده وشويه كده تمام. طيب تعالوا سريعا ناخد مداخله وبعد كده بامر الله الحق بسرعه بقى ايه نقول شوية أسئلة بتاعت حبايب قلبنا اللي بتدخلوا بيكتبوا لنا على صفحتنا على مطبخ دايت، والجزائر عاملة شغل عالي قوي 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 وأنا بحبكم جدا وبقرا الكومنتات بتاعتكم. أنا ليه بقول بس كده أنوه بس عن الحاجة دي؟ عشان أنا والله الصبح بفتح لقيت ناس كتير من الجزائر كاتبالي وحد من ليبيا يا دكتور هو أنت ما بترديش علينا عشان احنا يعني من الجزائر وليبيا، ليه يا لهوي ده انتوا فوق راسي، ده انا بحبكم جدا، مفيش بلد في الدنيا انا ما بحبهاش، احنا الوطن العربي كله اتحاد واحد، لا مفيش الكلام ده والله، هو بس ضغط وانا انا مش بعرف ارد والله عليكم لان انا بقرا الكومنتس بس، يعني انا ممكن من خلال صفحاتي الشخصيه اكلمكم، انما بس عشان الكرو هو ادمن، لان انا لو بقيت ادمن مش هشوف شغلي، يعني مش هاجي البرنامج خالص. فيلا تعالوا ناخد بقى سمر من القاهره. القاهرة ونيلها على رأي الهضبة عمرو دياب حبيب قلبي. يا سمر. الو. صباح الفل، ولا نقول مساء الفل بقى دلوقتي؟ صباح الجمال يا حبيبتي، عاملة صباح الفل، انت اخبارك ايه؟ شكلك لسه ما فوقتيش، لو صحي على مطبخ دايت على طول. حساكي. عاملة ايه يا سمورة؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت بخير واهل القاهرة بخير؟ قولي لي كده طيب الاول عايزين نعرف السن والقاهره، انت منين؟ من القاهره عشان ايه بقى كل حاجه ايه مسجلها عندي. انا من القاهره من الشيخ زايد. الشيخ زايد جنبنا فرد كعب. طب بتعالي بقى ايه لما اعمل وصفه النهارده خدي لك بقين منها هتعجبك قوي. هتنوري يا سلام، انت لازم تبقي تيجي معايا بقى في مره بنجيب بقى لا ولا بلاش عشان بقيت المتابعين ما يزعلوش، يقول لك هتجيب يعني بتاع الشيخ زايد يا دكتور يحضروا معاكي مره حلقه واحنا كخه يعني، لا انتوا كلكم ايه سواسيه. طب سمر احنا من الشيخ زايد عندنا كام سنه؟ انا عندي 21. صغنن صغنن على الكرش والبهدله ولا ايه؟ ولا مش كرش المره دي؟ لا انا مش تخينه خالص، انا رفيعه قوي قوي. نحيف. قوي. قوي قوي. عارفه انت بتقوليها اللي هو انا حاسه بيك يا بنتي، انا بتقطع يا دكتور بتقطع، انت مش حاسه بيا قوي قوي. لا ماشي خلاص عرفت نحيفه. لا قوي. ماشي بس قلت لك طلعت اللي جواكي، قولي براحتك اللي جواكي. نحيفه قوي 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 والله، لا بطلت شوره خليكي كلبوزه بس حلوه قوي قوي، مش قوي 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 تمام. طيب قولي لي يا قمر. عندنا 21 سنة ونحيفة قوي قوي قوي، شوفي هكتبها لك قوي قوي، انت قلتي أربعة قوي ماشي أهو.
عشان ابقى فاكراكي. طيب وزنك كام يا حبيبه قلبي سموره؟ 45. 45. والطول؟ الطول 165. 165. شكلنا لسه صاحيين. مين جنبك؟ حاسه ان في حد جنبك. لا لا مفيش حد. ماشي. انا مالي صح، انا بسال ايه؟ مش عارفه، عندي فضول رهيب. معلش انا بحب يعني اتعرف على العيل، اصل انا بقول لكم ليه انتوا عيلتي، انا بعد كده لما اشوفكم عندك اخوات، طب انت عندك مش عارف ايه، يعني بحب عشان نبقى عارفين بعض كده. انا بفضيحه جوه البرنامج وانتوا ما بتتكلموش وتقولوا مش كده يعني. طيب انت عندك اخوات او شيء عندهم نفس المشكله نحافه؟ عشان اعلى وعسى تكون وراثه. لا لا لا، انت كده شيطاني جوه طلعهم في النص كده. طبعا ماما تاكل فيكي، تزنقط فيكي، مفيش فايده. لا ماليش يعني، مش باكل، ما بحبش الاكل. ما انا عشان كده بسال، هل ماما بتجري وراكي بالشبشب بالاكل، ولا بتاكلي ومبوظه ومفضيه الحلل ومفضيه لهم الثلاجه؟ لا مش باكل، لا ما بحبش الاكل. شراتك مقفوله، كنت عندك مش شغاله. سمعتي عن حاجه اسمها اليود؟ او لو انت بتتابعيني قبل كده سمعتي عن عنصر اليود قبل كده في حلقه من حلقاتي، لو انت متابعه يعني، او أيوة. ممكن تكوني ناسي عادي، في ناس كتير بتبقى متابعه، مش لازم تبقى كلامي كله يتحفظ. عشان كده بقول لكم هات ورقه وقلم عشان ما تنسوش، عشان هزنقكم في الاسئله قريب، انتوا حرين. والسؤال بتاع امبارح اللي انا قلته، ها تابعت الجروب الليل، قالوا لي في ناس خايبه كتير وفي ناس محترمه كتير وكويسه وبيذاكروا وبيكتبوا كل كلمه ورايا، فانا بحييهم شابوه، بس مش هقول على الاسامي غير الاسبوع الجاي بامر الله، هقول العشر اسماء اللي فازوا. وفي ناس ما اهتمتش، اتصلوا عايزين نكلم الدكتور، قالت لنا ناخد كذا 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 والجرعات ايه، ونسي السؤال خالص. لا ما حدش يقول السؤال ده لازمته ايه، ده انا بشوف تعبي معاكم، بشوف مين فعلا اللي بيتابع عشان يخس وعايز يبقى بصحته كويسه ليه ولاولاده، صحته كويسه لاولادك، ومين اللي عايزه بس تخس عشان شكلي مش عاجبني. ما انت هتوصلي للاتنين معايا، بس انا يهمني والله انك تبقي بصحه. لو مش هتخسي بصحه انا بقول كده في الوش، معلش انا ما انا كده، ما تتابعش معايا، ما تتابعيش معايا. لو مش هتخسي بالصوره اللي انا عايزاها، اللي انا عايزاها دي، ده مش بحكمك في شيء، ولكن انا ببقى عارفه اللي موجود جوه الاورجانز بتاعت جسمك، فانا مش عايزاها تتبهدل عن كده. ما ينفعش اديكي حاجه تخسسك في شهر واملى احشاء جسمك دهون وسميات، ليه اسمم لك الكبد والكلى؟ انت اصلا جايه لي بيه يعني مش عايزه اقول لك زربيحه خالص، ما ينفعش. فهو ده ان انا اخس بصحه، اخسسك وبعد اربع شهور اكتشف بعد كده لا حول الله انا جالي تليف في الكبد، انا جالي سمية في الكلى، انا جالي حصوات ما بتنتهيش ومن نوع المقرف اللي هو اللي اتكلمت عنه الحلقة اللي فاتت الاوكزاليت. فبحاول ان انا اديكوا ثقافة الرد والعلم، ان انتوا تبقوا عارفين انتوا بتتكلموا بتقولوا ايه. لا ده انا عندي حصوة كذا، وكلنا مش دكاترة وخبراء تغذية على اعلى مستوى، ممكن حد يغلط، ده طبيعي. فلا انت بتبقي فاهمة بقى، لا ده فيه كذا وحصوه اسمها كذا، ولا ولازم تبقى 9 مللي عشان ابدا اتدخل جراحه، اقل من كده لا ما تدخلهاش، بشويه ادويه واعشاب هتنزل واكل صحي هتنزل الحصوه، مش هوب يلا افتح وشيل حتى لو بمنظر. فاهمه يا سمر بقول ايه؟ مالكيش انت دعوه بالكلام ده يا سمر. اي حاجه مالكيش دعوه انت بالكلام ده، عارفه حساكي سبتي التليفون وقعدتي تسمعي التلفزيون. لا لا قلبي الام بحس بيكوا. طيب بصي يا سمر، في اي مشاكل تانية بتعاني منها؟ هو بس شعري بيقع بسبب يعني قله الاكل وبحس بيكوا. ما تاكليش. اقول لك امهاتنا زمان وجدودنا زمان كانوا بيقولوا ايه؟ ولا عارفه؟ لا عارفه. عارفه؟ عارفه ولا هو؟ يا بنتي انت ما بتاكليش ليه؟ هو انت وتيجي جدتي تجري ورايا بالاكل، يا بنتي انت ما بتاكليش ليه؟ وانا وانت مسمومه؟ ايه في ايه؟ بالعكس لو مسموم هتاكل، هتقعد تاكل ومش هتاكل تاكل 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 ومش هيبان عليها، لان في سميه في الجسم بتاكل كل الاكل بتاعها ده وتخرجه في المخرجات او في البول. فاهماني؟ طيب قولي لي، احنا مفيش اي حتى نفسنا مفتوحه لاي نوع اكل؟ لا خالص. لا ما بحسش ان لا عندي نفس اكل اصلا. مش عارف، انا حاسه ان انا هنا قاعده في صوت كده اتفتح فجاه، اتاري، حاسه ان انا قاعده على الاتاري دلوقتي.
في سو بس جميل والله، عامل لي جو حلو الموسيقى دي، عامله لي جو شيك. سيبوها يا جماعه حلو، عامله لي مش عارفه عملت لي تركيز اعصاب. طيب بصي يا سموره، انت كده شرارتك لما 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 يجي لي بيشنت في النحافه وتبقى تقول لي لا ده انا ما باكلش خالص، بعرف كده ان هي عندها عنصر اليود ناقص، فالجده ما بتشتغلش، الجده مش موجوده، قاعده عند مامتها لحد ما تحل لنا الموضوع ده. طيب مين الحاجات اللي تخلي الجده ما تشتغلش؟ قلت قبل كده لو هرمون الانسولين عندي عالي. الله يا دكتور، ما هي الست الجميله سموره دي رفيعه، اللي يعللها هرمون الانسولين عادي خالص خالص خالص. لو كلت حته كيكه قد كده ولا كنافه ولا بقلاوه ولا ها ولا ها، الحاجات اللي السكريات والحلويات الكتير دي وحصل لها كريف ليها، طبيعي خالص ان عندها الانسولين يعلى، فالغده كارهه هرمون ما تحبوش، في بينهم وبينهم اعداء، ما تحبوش. طول ما انت موجود انا قاعده عند امي في البيت، انت مش موجود هرجع مكاني. ف وتاني حاجه يا جماعه تقعد تطلب في الجسم عايزه يود، اين اليود؟ هاتولي اليود، عنصر اليود كتير ما بيتكلموش عنه، ولكن الغده بتبقى محتاجه عدد من المليجرام عشان تشتغل بالصوره الطبيعيه من خلال عنصر اليود. طب يا دكتور عنصر اليود ده ممكن ناخده من خلال تابلتس او ناخده؟ لا انا بحطه لكم، يعني ببقى لما ارشح لها حاجه في النحافه ببقى احطها، بيبقى موجود منه ملي جرام جوه كله مع بعض، الفيتامين والمعادن الناقصه، المعادن بتاعتنا بتبقى من التربه، الفيتامينات بتبقى المخلوقات احنا اللي بنصنعها، انما المعادن دي بتبقى من التربه. لو التربه زي ما بيقولوا كده بالبلدي شحت، ما بقاش فيه معادن، كلنا هنموت، عشان تكونوا فاهمين المعادن دي مهمه جدا جدا جدا، المعادن اللي هي زي المغنيسيوم البوتاسيوم و و و. فعنصر اليود موجود في الويت جين، كلمت عنه قبل كده. يا اهالي يا حبايب قلبي عائله مطبخ دايت، اي حد عنده مشكله في النحافه انا برشح الويت جين. ويت جين يعني امشي عليه من 3 ل 6 شهور، محدش يقول لي انا مشيت عليه 10 ايام وشهر وتخنت 2 كيلو ومش عاجبه. لا حضرتك انت كنت ما بت... انت يعني مش عايزه اقول يعني عصيت المقشه كانت اتخن منك. ليه بتعملي فيا كده؟ ليه بتحرقوا لي دمي؟ ليه حرام؟ هتعملوا لي هايبر اتنشن ليه؟ مش كده؟ هترفعوا لي ضغط يعني تمام؟ او هتعملوا لي هايبر اتنشن هتنزلوا لي ضغط؟ معلومه هي يلا اكتبوها. فانا عايزاك يا سموره هناخد حاجتين حاجتين، الويت جين وانا شرحت قلت موجود فيه ايه عشان يشغل لي ايه فينزل لي هرمون الانسولين فالغده تشتغل، وكمان الغده يعني متعطشه لليود فحطيت لها اليود معايا في الويت جين، وحطينا فيها واهم شيء بروتين عالي عشان الكتله العضليه مش هتتخن او تزيد او تقوى في جسمك غير بالبروتين، بروتين النافع. ما في بروتين جاي زي الهرمونات بالظبط، عندنا هرمونات سيئه وهرمونات نافعه، زي الكوليسترول عندنا كوليسترول نافع وكوليسترول ضار، ولكن ملوش ثلاثه لازمه عندي. انا بالنسبه لما اجي يقول لي يا دكتور الحي انا عندي كوليسترول، اقول له وانت خايف من ايه؟ عارف لو قلت لي الكبد دهني ولا الكلى فيها تليف ولا لا قدر الله في حاجه اقلق، انما الكوليسترول ده ما يهمنيش خالص، مع اول 2 كيلو 3 كيلو في الخسسان على طول بيروح، ما بيعمليش مشكله. انا متشكله جدا جدا متشكره جدا جدا يا سمر لاتصالك حبيبه قلبي، وفوقي وصحصحي كده واكتبي معايا الويت جين، وهناخد معاه فيتامين د 3. ليه يا دكتور هو فيتامين د 3 ده مش عشان التخان؟ لا مش عشان الناس المبقلظه كده وعندهم كروش لعينه؟ لا، فيتامين د 3 لكل الناس اللي عندها اعراض نقص فيتامين د 3، او الناس اللي راحت حللت وعرفت ان فيتامين د 3 عندها قليل. طيب تاني عشان اللي لسه بيشوفني دلوقتي، اعرف منين يا دكتور لما اروح اي معمل تحاليل ان انا عندي نقص في فيتامين د 3؟ انا عايز اروح احلل، انا معايا فلوس ما يجيش دعوه اروح احلل، مش همشي انا مع الاعراض. لما تلاقي النسبه كبار السن 50 معاكوا ال 50 ده انت تمام، الشباب بقى والمراهقين وكده فيما فوق ال 60، اقل من كده انت عمرك ضاع وعمري ضاع معاكوا. طيب ايه بقى الاعراض؟ عادي يعني فيتامين د 3 قليل عندي 3 و4، انا بيجي لي حالات كده اقسم بالله 3 و4، ايه هيحصل لي يعني؟ طيب حضرتك الناس اللي بتعرق من اقل شيء، بتعرق من اقل شيء، يصحى من النوم عرقان جدا صيف شتاء، انت عندك نقص فيتامين د 3. الناس اللي ضوافر ايديها
فيها الوان بنيه وشرايط كده خطوط بنيه، انت عندك نقص فيتامين د 3. الناس اول لما بتصحى من النوم عندها عدم اتزان، وبشرك انت عندك نقص فيتامين د 3. الناس اللي على طول عندها خمول ارهاق ما عندهاش تحمل اي الام، بمعنى انا دلوقتي بتكلم اهو بقعد اشوح بايدي على طول كده وهوب رحت مخبوطه وانا بتكلم في السيراميكا بتاعت او الرخامه بتاعت المطبخ، ما قدرتش الحقوني وقفوا الحلقه خلاص ده انا مش هكمل، واهوي ايدي وزرقت واحمرت واخضرت والنبي والنبي اللي اروح ومكمله الحلقه. هو ده بيخليني عدم تحمل الالم بسبب نقص فيتامين د 3، وبلاقي ارقام رهيبه. انا بقول 50 و60 وهي تقول لي ده انا 10 و17 و3 و4 وتضحك، دي مصيبه مصيبه. اخرهم اللي ما بتعرضش للشمس يوميا مش اقل من ربع ساعه او ثلث ساعه، ولازم تبقى راسه الشمس كده على دماغه وعموديه. لا يقول لي بقى جاي ضرب الشمس ولا الكلام ده، انت بتاخدها في الفتره الظهريه، وايديك الاثنين تبقى يعني معموله كده مشمره عشان يمتص كويس للجلد. فيتامين د 3 كمان بيحمينا من سرطان الجلد، فبحب اوصفه لاي حالات، كل الحالات بتاعتي حاجه صحيا ليك تمام. وفيتامين د 3 البري هرمون هو اللي بيساعد معايا ان انا اظبط الهرمونات الجسم، فالغده تشتغل، فابدا الغده بقى تعمل ايه، تفتح كده نفسها عن الاكل. فالويت جين بيعمل على هذا الشيء مع فيتامين د 3، ظبطنا هرموناتنا. الويت جين كمان في حاجه عايزه اقولها برضو، انه في فاتح شهيه رهيب، يعني بصي مامتك لو عملت ايه مش هتخليكي تقفي عن الاكل، ولكن ان انا افتح شراتك عن الاكل تاكلي الاكل اللي هيجيب لي دهون وقرف وبتاع، لا ده مش هيحصل، لا هتاكلي الاكل الصحي اللي انا عايزاه، وهتشوفي ده مع الوقت من استمرارك عليه. اهم حاجه تستمري عليه من 3 ل6 شهور وممكن اكتر عشان انت الوزن عندك زايد قوي يا صمر. فالويت جين مهم جدا، وفيتامين د 3. وطبعا ما تنسيش ان انت ليكي هديه، لو انت مش فاكره انت كنت قايله في مشاكل في شعرك او حاجه او في بشرتك، فيتامين د 3 هيظبط برده، بيظبط حلو قوي للبشره وطبعا العظم لان هو بينتج لنا الكولاجين في المسلز بتاعتنا. ممكن تاخدي السيرم او الليسيون لو انت عندك تقصف او عندك فراغات في نص شعرك. تمام يا سمر، ودي حبيت اقول لك واشرح لكل حالات اللي عندها مشاكل النحافه ايه المطلوب، نعمل ايه، والويت جين يا دكتور حضرتك دايما بترشحيه. تعالوا يلا ناخد المداخله الثانيه، وطبعا يا سمر على طول تكلمي الكرو وتبعت لهم على الواتساب من خلال الارقام، واول لما يوصل لك اكتبي لي بس على صفحه الفيسبوك على طول. طيب ناخد، طب معلش سمر سريعا، سمر ولا ساره؟ ساره من بنها، اهلا بيكي واهلا بسكان بنها حبيبه قلبي. قولي لي يا ساره. ايوه بس في مشكلتين هقول لك. اول مشكله مامتي. طيب استاذنك سريعا عشان وقت الحلقه، معلش خليها عليكي. مامتي 120 وعندها السكر. دي الماما يعني؟ اه. ماما كام؟ 120 وعندها السكر. وزنها؟ عندها السكر النوع الاول ولا الثاني؟ لا النوع الثاني. طب الحمد لله. سنها كام ماما يا ساره؟ 58. العمر كله حبيبتي، ربنا يخليها لك. خليك يا دكتور. مشاكل الدهون؟ ضربات القلب سريعه احيانا، بس هي مش بتقف على رجلها كتير. ماشي، حمل تقيل على رجلها وركبها. فانا نفسي ترشحي لي ليها حاجه كويسه جدا، لاني بصراحه يعني هي بتخدمنا وبتصعب عليا كتير جدا وما بتقدرش تقوم يعني. يا اختي ساعديها واخدميها لحد ما تخس الست وتبقى بصحتها كويسه. صعبان عليا ساره، هتكرهيني كده، هسخن مامتك عليك، هتقومي هتقول لك قومي دلوقتي حالا اغسلي المواعين اللي في العود. اسمعي كلام الدكتوره بتاعتك. طيب بصي يا ساره، بهزر معاكي طبعا. بصي يا ساره، ماما عندها اي مشاكل ثانيه غير ان هي عندها سكر من نوع ثاني؟ ما بتقدرش تقف على رجلها؟ تقدرش تقف على رجلها؟ رجلها ورمة؟ لا هي رجلها ضعيفة خالص. ماشي، دي هشاشة، في العظام. لا ما هي عندها أصلا يعني، بصي الرجل رفيعة جدا، حاسة إن هي تكون كده في مشكلة في العظم، بس هي ما راحتش بصراحة للدكتورة عظام. دي بتبقى هشاشة، يا حبيبتي، ولا تروح ولا تيجي، هي لما تخس الموضوع ده كله هيروح مع الوقت، مفيش أي حاجة. فبصي يا ساره، انا عايزه ماما تاخد فيتامين د 3 عشان يساعد معانا في التئام العظم، ويعمل لنا زي ما قلت الحلقه اللي فاتت الاستيكلاست والاستوبلاست، ان انا بهدم العظم القديم والعظم الجديد بيطلع من جديد من خلال
الكولاجين، فيتامين د 3 بيساعد على انتاج الكولاجين. الكولاجين مش حلو بس للشعر للبشره، الكولاجين اصلا اساسه في بناء العظم وبناء العضلات. فانا احب قوي اقول الفيتامين د 3 في هذا الشيء، هو اللي بيطلع علينا الكولاجين كده ويظبط لنا العظم بتاعنا. دي اول حاجه. تاني حاجه انا عايزاها تاخد حاجتين ليس غنى عنهم، نبات الجرسينيا اللي اتكلمت عنه واللي قلت عادوا البلاد لخبطونا واشتغلوني شويه قال لك فاكهه استوائيه وشويه قال لك نبات خصوصا جنوب شرق اسيا والهند. فهناخد نبات الجرسينيا وهناخد الراس بيري. عائله التوت البري كل عائله البيريز حلوه قوي قوي لخساسان مع حفاظ على اعضاء جسمنا. ماما دلوقتي وزنها زايد قوي وعندها سكر من نوع التالي، هيبقى عندها مقاومه انسولين. مقاومه الانسولين بتعوق حرق الجسم، اللي بيشغل لي الكلام ده الراس بيري. خصوصا ان انا لما باجي انصح اي الحالات اللي عندها سكر بنصح لهم كمان اول شيء الراس بيري، لان اهم حاجه واحسن حاجه للناس اللي عندها سكر بالنسبه للفاكهه قلت التوت والفراوله هي او عائله البيريز. فعشان كده انا عايزاها تاخد الراس بيري ونبات الجرسيه نقط الحرق. بص انا فاكره اهو، لو انا نسيت انتوا اطلبوه، وفيتامين د 3 وما تنسيش خليها تاخد الهديه بتاعتها. ويا ريت الكروي يديها جل، الجل بتاعنا الحلو قوي ده مسكن تدهنه على رجلها اثناء الوقوف في المطبخ. ويا ريت يا ساره انت تقفي في المطبخ ولو رجلك وجعتك يا حبيبتي بايدينا انت الدهان ده. دكتور قوليلي المشكله الثانيه، ما انا برضو ما بقدرش اقف عشان انا حامل، هو انا عايزه اخد حاجه للتخفيف ينفع ولا استنى بعد المولد؟ لما تولدي ان شاء الله وتقومي بالف سلامه كلميني وهكون جربنا في ماما وهتشوفي نتيجه حلوه، او ما تولدي كلميني على طول. طب ينفع فيتامين كويس؟ فيتامينات حبيبتي انت متابعه مع دكتور نسا اكيد كاتب لك فيتامينات ماشيه عليه، انا مش هزود لك حاجه. الطبيعي هتاخدي زنك، تاخدي فوليك اسيد، تاخدي حديد، تاخدي كالسيوم. والكالسيوم ما يتاخدش لوحده تابلت لوحده، ده يترصب لك على الكبد والكلى، ممكن يدخل كمان للبيبي للكبد والكلى، الحاجات اللي بنسمع عنها والاطفال ينزلوا عندهم مشاكل كتير. الكالسيوم لازم يكون معاه كاف 2 ويكون معاه فيتامين د 3 عشان هما الاثنين بيسرعوا من امتصاص الكالسيوم وبيوديهم للاماكن الاصليه ليكي وللبيبي. ادي معلومه عشان تبقي عارفه الحاجات اللي انت بتاخديها ايه تبصي فيها دلوقتي. شكرا يا دكتور، يا رب دايما منورنا كده على طول. حبيبه قلبي ربنا يخليكي، وما تنسيش خلي ماما على طول تتابع الكرو من خلال الارقام او تبعتهم على الواتساب او حتى تدخل تكلمهم على صفحتنا مطبخ دايت وتقول لهم اللي انا قلت عليه الراس بيري ونقط الحرق وفيتامين د 3 عشان العظم وننتج الكولاجين والجرسينيا. وما تنسيش بقى ماما ليها جايزه، انت بقى بالنسبه ان انت حامل فتلاقي بقى في شعر بيقع وحاجات كده عشان البيبي بيسحب الفيتامين والمعادن اللي موجوده في جسمنا. فممكن بقى انت خدي الشامبو استخدميه انت وماما، او لو في فراغات في شعرك خدي الليسيون، لو في تقصف في الشعر في خشونه ليكي او لاولادك خدي الحمام الكريم. وانت حامل وبلاش نحط على شعرنا اي كيماويات، يعني انا بقول لك اهو بصي قلت لك لا ما ينفعش نخس دلوقتي حبيبتي انت عايزه تتغذي كويس عشان ليكي وللبيبي، ده طبيعي بس ما تزيديش قوي. تمام، وشرحت لك ايه الفيتامينات اللي المفروض تاخديها. فبس انا عايزاكي تحافظي على شعرك كمان في الحمل، لان الحاجات اللي بتبقى فيها امونيا وسلفات دي على فكره ممكن تخش لك للبيبي. فالمجموعه حلوه قوي لانها طبيه، فاستخدميها عادي مع ماما لما تطلبيها في الهديه. تمام يا دكتور، حبيبتي نورتيني باتصالك والف سلامه على ماما. ربنا يخليكي لينا يا دكتور حبيبتي ويخليكوا ليا عائله مطبخ دايت الجميله. طيب تعالوا سريعا ناخد، هنقول مقادير بقى وصفتنا النهارده، ودي تاني مره هسمي وصفتنا وصفه بسمه. سميت قبل كده الوصفه دي لاي وصفه هتلاقيني بقول لها وصفه بسمه، تعرفوا ان ايه تم التجربه على احد من العائله الكريمه سواء الوالده هي اللي قاعده معايا، فبقعد اي حاجه اجرب عليها والحمد لله بناخد نتائج جباره وتديني دعوتين حلوين. ربنا يبارك في عمرها ويا رب وعمر كل امهاتنا. طيب قبل ما نقول المقادير هقول طب بسرعه الوصفه دي عباره عن ايه. اي حد بيشوفني دلوقتي عنده وهيبقى عندنا نفسنا يعني حتى لو رفيع مشاكل في الركب، خشونة في الركبة وفي المفاصل، مشاكل في العظم، يشرب الوصفة دي. ايه ده يا دكتور تتشرب؟ تيجي تشتغلينا ولا ايه؟ مش المفروض تدهن؟ لا اكيد مش هتدهنوها، لا الوصفة عادي ممكن تتشرب. ده مش دهان، انا مش بعمل لكم دهان مسكن، ده المسكن ده انتوا ممكن تاخدوه هدية من الكرو. قولوا لهم انا عايزة دهان مسكن لرجلي، حاجة طبية وحلوة قوي كده فيها جليسرين وفيها مواد لطيفة تخلي الرجل تقدر على التحمل، سواء لو انت بتجري رياضي عندك مشاكل عندك دهون زايدة فمش قادر تتحمل على رجلك. الناس حبايب قلبنا وامهاتنا الناس الكبيره في السن وابهاتنا ممكن نفس الشيء تاخدوه برضو.
بديل لمجموعه الشعر لو انت شايفه مش تستفيدي بيها. لا انا عايزه الجل احسن، والجل ده قوي جدا رهيب وريحته نفاذه وحلوه. اول مره في حياتي اشوف حاجه مسكنه للعظام ريحتها حلوه ونفاذه. كنت بقيت الحاجات طبعا انتوا عارفينها مش عايزه اقول الاسامي، تبقى ريحتها غريبه قوي بس ساعات بتدي افكت كويس. فدي وصفتنا النهارده بتتشرب وبتتغلي. انا كنت في الفصل اللي فات غليت ميه في الكتل، وهنقول دلوقتي ايه المقادير. بس تعالوا ناخد بسرعه سؤال من على صفحتنا مطبخ دايت. هناخد اول سؤال فرحه عمري، ويا رب دايما حبيبه قلبي فرحانه. انا عندي 25 سنه، وزني 120 والطول 160. مدام عايزه اخس عشان ايه؟ مش مدام عايزه اخس عشان صحتي، وهم تقريبا ولد او زوج، عشان صحتي في النازل بسبب الوزن الزائد، وعايز اجيب عيال. اجيب عيال ده راجل وتقريبا بيحكي المشكله لزوجته، وعايز اخلف عيال بس مش عارفه بسبب التكيسات. فتشتغلوني بقى. الله، انت ولا مش انت؟ طيب، هي عندها دلوقتي تكيسات بسبب الوزن الزايد، وعملت رجيم وخدت وقت تخسيس كتير ولكن بلا جدوى. 25 سنه صغيره قوي قوي يعني على التكيسات بسبب الوزن الزايد. طيب، وزنها 120 والطول 160، عايزه تخسي 40 كيلو. طب ما طبيعي يجيلك تكيسات، عندك كبد دهني، عندك دهون ثلاثيه تعمل لك تكيسات، عندك مقاومه انسولين تعمل لك تكيسات. طب ايه الحل يا دكتور؟ عايزاكي تاخدي حاجات تكون فيها مضادات اكسده، وناخد حاجات تقضن على التكيسات دي. التكيسات مع الحصوات بتطرح الاثنين مع بعض. الحلقه اللي فاتت قلت علشان اللي عنده دهون، الناس اللي متاخره في الحمل، الناس اللي عندها التهابات في البروستاتا او في الحالب او ده بالنسبه للرجاله وكده، اللي عندها التهابات في مجرى البول، الحمل برضو يتاخر او يحصل اجهاض متكرر. انا مش عايزاكي غير انك تاخدي حاجتين بس يا فرحة عمري لو بتشوفيني. طبعا نقط الحرق دي مش حاجة، دي منلي أساسي موجودة. عايزاكي تاخدي الراسبيري توت البري، ده ضروري جدا. عائلة البيرس حلوة جدا بمضاداتها الأكسدة، بمادة اللايسين اللي موجودة فيها بتحمي الجسم من أي خلايا سرطانية، وبتدخل على تكيسات المبايض تمحيها تماما، لأنها هتنزلك في الوزن بصورة آمنة تماما، خصوصا منطقة البطن اللي هي بتعمل لنا المشكلة دي. طول ما في بطن عالية هيحصل تكيسات، فهيحصل تأخر في الحمل أو إجهاض متكرر، هيحصل إن الكبد بتاعنا هيبقى فاتي ليفر، هيحصل إن سمية في الكلى، ده غير إن الميتابوليزم بتاعتنا الأيض هيقف تماما عن حرق الدهون، فهتفضل تكيسات المبايض موجودة بل هتكبر حجمها، فتضطر إن أنت تعملي جراحة زيك زي اللي بتولد سيزيريان كمان، فالموضوع بيبقى صعب قوي. فانا عايزاكي على طول تكلمي الكروم من خلال الصفحه زي ما كتبتي كده يا فرحه عمري، وقولي لهم دكتور بسمه قالت لي اخد الراسبيري وهاخد الجارسينيا. ده لا غنى عنها، عشان ايه؟ نشوف الهند وشرق اسيا عايزين مننا ايه؟ بصراحه فاكهه استوائيه رهيبه. تاخدي الاثنين ونقط الحرق وفيتامين د 3 ضروري، عشان هرموناتك اللي متلخبطه ليها برضو ازمه، عندك تكيس في المبايض. ففيتامين د 3 البري هرمون هو المسؤول عن كل هرمونات جسمنا الكويسه، نطلعها ونشعشعها في المخ ونطرد كل الهرمونات السيئه. طيب تعالوا ناخد سؤال تاني سريعا. ناخد ايه تاني سؤال؟ لا خلاص، سؤال الجمهور انتوا عارفينه من امبارح وقلتوا عضو جاوبوا عليه لحد الاسبوع الجاي. لا انا عايز اخد سؤال تاني سريعا 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 من حبايب قلبي عشان ما يزعلوش. صفحه الفيسبوك سكر فارس سيف ربيع. سكر فارس سيف ربيع، انا وزني 85 وسني 35 والحمد لله ما عنديش مشاكل صحيه، عايز اوصل للوزن 60. عايز تخس حبه يعني من 15 ل 20 كيلو يا سكر فارس، ما عندكش اي مشاكل؟ طيب يا سيدي الحمد لله، عادي عندك مشاكل ما عندكش، هرشح لك الجارسينيا والراسبيري ونقط الحرق وفيتامين د 3. ليه؟ بغششكم كمان عشان ده البري هرمون بتاعنا. يا سكر فارس نورتني، وانه اهلا بيك في انضمامك فعالية مطبخ دايت. اتمنى تكون بتشوفني دلوقتي وتم اجابه على سؤالك. طب يسالوني يا دكتور طب اوصل منين اللي حضرتك قلته لي؟ تدخل برضو تكتب لهم للكرو قاعدين على صفحتنا مطبخ دايت، او تبعت لهم على الواتساب من خلال الارقام، او تكلمنا على طول على الارقام. طيب الوصفه بتاعتنا النهارده مقاديرها، وهي وصفه للركب والمفاصل بتتشرب. انا الميه عندي كانت مغليه، معانا شرايح ليمون، معايا قرنفل اللي هو الحصى الخشب ده، ومعايا
حب الرشاد ومعايا كركم، معايا حب الرشاد ومعانا كركم الوصفه على الهواء، وشرايح ليمون يعني مثلا ليمونتين وتقطعوها شرايح، وقرنفل وكاسه من الميه. انا كنت غاليه الكاتل ميه سخنه، عايزين تبقى ميه سخنه ودافيه. هنحط شويه بسيطه قوي من الميه الدافيه، تمام، ونبدا ناخد شرايح الليمون بنحطها. ناخد مثلا بحب الشرايح الرفيعه دي كده، ممكن ناخدها، هاخد شريحتين بس. هنحط معلقه من الكركم. يا جماعه الكركم والكركمين حلوه قوي قوي للسكر، كمان الناس اللي عندها سكر وعندها هايبو اتنشن يعني ضغطها في مرتفع او واطي، حلو قوي، فزودوا في الكركم، يعني ممكن تحطوا معلقه كبيره. وطبعا هناخد شويه من حصى القرنفل، وهناخد شويه من حب الرشاد، رهيب رهيب في المفاصل، رهيب في تحمل الالم، ده غير ان كمان حب الرشاد والقرنفل فيهم نسبه بسيطه من فيتامين د، وطبعا الليمون مضادات اكسده من الطراز الاول، تحفه تحفه، فيتامين سي، فده يساعد معانا على بقى ايه ان احنا نقدر نتحمل المجهود في يومنا. اوكي، يبقى احنا كده حطينا الوصفه كلها، بسيطه جدا، موجوده في كل بيت وغير مكلفه. ادي الكاتل اهو تقيل مليان ميه، حطينا شويه ميه دافيه وحطينا المقادير بتاعتنا، وبعدها نقوم صبينا عليها ميه مغليه، ويا ريت بقى تكون مغليه قوي قوي قوي. يعني انا غليتها هنا في الكتل، انتوا بيعملوها على البوتاجاز كنكه كده وسخنوا بقى درجه الحراره عاليه، او انا ما رضيتش هنا عشان كده ضفر في وشي، يعني كنت اتلسع في وشي. فادي اهو هقلبه لكم كده بسيط. الناس حبايب قلبي اللي عندها نقط الحرق، 10 نقط على هذه الكاسه الحجم ده، لو هتعملوا شفشق كبير وتشربوه 3 مرات في اليوم بتشرب في اي وقت بس بعد الاكل، تحطوا 20. الناس اللي عندها نقط الحرق هنعلي حرقنا، وفي نفس الوقت هنظبط الركب والمفاصل. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، جربوها والله تحفه، هتعجبكم قوي قوي، للناس الكبيره في السن، حتى الناس الصغيرين الشباب، لانهم للاسف يقول لك انا بلعب كوره وبلعب مش عارف ايه مش قادر ورجلي وكده، فطبيعي يعني بيحمل جامد على عضلاته وفقراته. حبايب قلبي دمتم بالف خير، ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي يوم الاربعاء والخميس على شاشه النهار، بحبكم قوي. عائله مطبخ دايت، في اي شيء او استفسار عن اي شيء قلته في حلقه النهارده وحلقه امبارح، هتقدروا تكلموني كمان بعد الحلقه على نفس الارقام، او تبعتوا للكروب بتاعي حبايب قلبي على نفس الارقام في واتساب، او تكتبوا كل اسئلتكم، وبامر الله الاسبوع الجاي هقولها كلها بامر الله على صفحتنا الفيسبوك مطبخ دايت. بحبكم قوي، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. السلام عليكم.